بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله صغيرات الجميلات في درس من دروس الصف الثاني الابتدائي في مادة الرياضيات. اليوم عندنا درس جديد اسمه درس مقارنة الأعداد. مقارنة الأعداد، فكرة الدرس سوف أقارن بين عددين باستعمال الإشارات. طبعا نعرف هذه الإشارة أكبر من، أصغر من، ويساوي. طيب يا ثاني، نرجع بذاكرتنا إلى الخلف. كنا سابقا نقارن بين عدد مكون من آحاد وعشرات. لو أسألك يا ثاني أقول ما الأكبر، 25 ولا 72؟ ما الأكبر؟ أحسنتم، كنتم سوف تخبرونني وتقولون أن 72 أكبر، إذن 25 أقل من 72. كيف عرفتم أن 25 أقل من 72؟ هل قارنتم بين الآحاد في البداية أو قارنتم بين العشرات؟ أحسنتم، نقارن في البداية بين العشرات. هذه عشراتها 7 وهذه عشراتها 2، ما الأكبر، الاثنان أم 7؟ أحسنتم، 7 أكبر. إذن أنا لو أريد أن أقارن بين عدد مكون من رقمين آحاد وعشرات، أبدأ بالمقارنة من العشرات. هذه عشراتها 2 وهذه عشراتها 7، من أكبر؟ 7 أكبر، لأن 70 أكبر من 20، إذن 72 أكبر من 25. كيف أنا عرفت أن 72 أكبر؟ لأن هذه عشراتها 7 أكبر من عشرات هذه 2. إذن في المقارنة أبدأ المقارنة بين العشرات. طب ماذا لو كانت العشرات متساوية؟ ماذا لو كنت أسألك قارني بين 31 و35؟ من أكبر، 31 أم 35 يا ثاني؟ طيب أنا أجي أشوف العشرات، هذه عشراتها 3 وهذه عشراتها 3، العشرات متساوية. إذا وجدت أن العشرات متساوية أنتقل وأقارن بين الآحاد، هذه 1 وهذه 5، من أكبر، 1 ولا 5؟ أحسنتم، 5 أكبر، إذن 35 أكبر من 31. هذا تعرفتم عليه سابقا في الصف الأول الابتدائي. أما الآن سوف نقارن أيضا بين عددين بنفس الطريقة، ولكن بإضافة منزلة المئات، بإضافة منزلة المئات. الطريقة يا ثاني بنفس الطريقة، أنا لكي أقارن، شوف هنا، لكي أقارن بين عددين أبدأ بمقارنة المئات أولا. إذا أنا أبدأ بالمقارنة بين الخانة الأكبر، خانة المئات، فإذا كانت المئات متساوية فإنني أقارن بين العشرات، وإذا كانت العشرات متساوية فإنني أقارن بين الآحاد. نأخذ أمثلة لكي يقرب لك فهم هذه الصورة. أولا لدي هذا العدد 132، يقول قارني بين 132 و114، ما الأكبر، 132 أو 114؟ اتفقنا يا ثاني أني أنا أبدأ بالمقارنة بين المئات. المئات أين المئات في هذا العدد؟ 1. أين المئات في هذا العدد؟ أيضا 1. ألاحظ أن المئات متساوية، إذا وجدت أن المئات متساوية أنتقل وأقارن بين العشرات. أين العشرات في هذا السؤال؟ 3. أين العشرات في هذا الرقم؟ 1. طيب ما الأكبر، 3 أم 1؟ أحسنتم، 3 أكبر من 1، إذن 132 أكبر من 114. إذا كانت صعبة علي هذه الطريقة أستطيع أن أحلها بطريقة أخرى، بأن أكتب هذا العددين فوق بعض. أكتب 132 تحتها 114،
ثم أبدأ بالمقارنة من اليسار من المنزل الأكبر. أبدأ بالمنزل الأكبر، واحد واحد متساوية. أنتقل إلى العدد التالي، المنزل الأقل اللي هي منزلة العشرات، ثلاثة وواحد. ما الأكبر؟ ثلاثة. إذا 132 أكبر من 114. واضح؟ طيب السؤال الثاني، 125 101 عفوا 152، ما الأكبر؟ 125 أو 152؟ كما تعرفنا سابقا، أبدأ بالمقارنة بين الخانة الأكبر بين المئات. هنا واحد، مئاتها واحد، مئاتها واحد، أجد أنها متساوية لأن المئات متساوية. أنتقل إلى المنزلة التالية، منزلة العشرات، هنا اثنان وهنا خمسة، ما الأكبر، اثنان أم خمسة؟ أحسنتم، الخمسة أكبر من الاثنان، إذن هذا الرقم أكبر 152 أكبر من 125، إذن أكتب 125 أصغر من 152. واضح؟ أنتقل كذلك، أستطيع أن أحلها بنفس الطريقة، أن أكتبها فوق بعض، 152 125. أبدأ بالمقارنة بين المنزل الأكبر، واحد واحد، أجد أنها متساوية. أنتقل للمنزل الأقل، خمسة اثنان، أجد أن الخمسة أكبر، إذن 152 أكبر من 125. أنتقل إلى السؤال الثالث، 135 135، أريد أن أقارن بين هذين العددين. كما ذكرنا سابقا، نقارن بين المئات. المئات هنا واحد، المئات هنا واحد، إذا متساوية. أنتقل إلى العشرات، العشرات هنا ثلاثة، العشرات هنا ثلاثة، متساوية. أنتقل إلى الآحاد، الآحاد هنا خمسة، الآحاد هنا خمسة، أجد أيضا أنها متساوية. إذا كل المنازل في هذا الرقم تساوي كل المنازل في هذا الرقم، إذا العددين متساويين، وأقرأها 135 تساوي 135. واضح يا ثاني المقارنة؟ هيا نأخذ أمثلة حتى أتأكد من فهمك لهذا الدرس. يقول السؤال، أقارن بين العددين ثم أكتب الإشارة المناسبة إما أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هيا أنتقل إلى السؤال الأول. السؤال الأول كيف أقرأ؟ 142، والرقم الثاني 124، أريد أن أقارن بين هذين العددين. إذن إذا كان صعب علي، أنا أكتبها فوق بعض، أكتب 142 تحتها 124، ثم أبدأ بالمقارنة بالمنزلة الأكبر بمنزلة المئات. أجد أن منزلة المئات واحد واحد متساوية. أنتقل إلى منزلة العشرات، أربعة اثنان، من أكبر، الأربعة ولا الاثنان؟ أحسنتم، أربعة. إذن 142 أكبر من 124، إذن 142 أكبر من 124. أنتقل إلى السؤال التالي، 253، 253، الرقم الثاني الذي أريد أن أقارنه معه 257، إذن 257. هيا الآن أبدأ في المقارنة، أقارن بمنزلة المئات، 2 و2 أجد أنها متساوية. أنتقل إلى منزلة العشرات، 5 و5 أيضا متساوية. إذا أنتقل إلى منزلة الآحاد، 3 و7، ما الأكبر، 3 أو 7؟ أحسنتم، 7 أكبر. إذا 257 أكبر من 253. هيا أنتقل إلى الحل، 253 أقل من 257. السؤال الثالث، 313، 313، أريد أن أقارن بينها وبين 313، 313. الآن أبدأ بالمقارنة بالمنزل الأكبر. في منزلة المئات 3 3،
أجد أنها متساوية، إذا أنتقل للمنزل الأصغر اللي هي العشرات. طيب هنا واحد وهنا واحد، أجد أنها أيضا متساوية، إذا أنتقل للمنزل الأصغر منزلة الآحاد. ثلاثة وثلاثة، أجد أنها متساوية، إذا هذا العدد 313 يساوي 313. واضح يا ثاني؟ واضح؟ وهكذا تحل بقية الأمثلة. أتمنى الدرس يكون سهل عليكم. أراكم على خير، في أمان الله.